عندي سؤال يا شيخ في سيدنا آدم عندما أكل من الشجرة. نعم. فقال كلمة، فما هي هذه الكلمات التي قالها سيدنا آدم؟ الله عز وجل قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال بعض العلماء: التوبة والحياء والبكاء. التوبة والحياء والبكاء. وقال بعض العلماء إن القرآن يفسر بعضه بعضا. الكلمات هي ما ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأحب إلي أن الإنسان إذا تاب يجمع ما بين هذه الثلاثة، ما بين الدعاء وإظهار الحياء من الله، والبكاء بين يديه.